سكوتش بيتابع وبيتابع مع البنتلي كونتيننتال سوبر سبورتس 2017. هالجراند تور بتتميز بثلاث صفات: اولا انها اسرع فور سيتر بالعالم لليوم، ثانيا اسرع اكسلريشن او تسارع عن بنتلي، وثالثا اقوى اداء عن هالصانع البريطاني. عم نحكي عن 700 حصان، 1017 نيوتن متر تورك، تسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 3.5 ثواني، وتوب سبيد 336 كيلومتر بالساعة. منشوفها سوا. بس نقول بنتلي، منكون عم نحكي عن الفخامة والترف بأقصى الدرجات الممكنة. وبس نقول كونتيننتال سوبر سبورتس، منكون عم نحكي عن الأداء القوي كتير وعن قدرات تسارع عالية كتير. ومع طراز العام 2017 من هالجي تي الفاخرة، عم نحكي عن أقوى وأسرع بنتلي على الإطلاق، وكمان عن وحدة من أسرع السيارات المزودة بمقصورة لأربع ركاب على مستوى العالم كله. ومقارنة بأول جيل من سوبر سبورتس يلي كان انطلق بالأسواق سنة 2009، استفادت كونتيننتال سوبر سبورتس 2017 من تطوير لمحرك V12 بسعة 6 لترات، خاصة بالنسبة للتوربو ونظام التبريد، بشكل سمح بزيادة الطاقة القصوى ل 700 حصان مع تورك بيبلغ أكثر من 1000 نيوتن متر. وتم تطوير الترانسميشن الأوتوماتيكية لجهة زيادة سرعة الانتقال بين النسب لـ8، مع الإشارة أنه الدفع بيتم بالإطارات الأربعة مع تفضيل للإطارات الخلفية بنسبة 60%. وبالنسبة للأداء، الأرقام تحكي عن حالة، باعتبار أنه بنتلي كونتيننتال سوبر سبورتس 2017 تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة خلال 3 ثواني ونص، وبتبلغ سرعتها القصوى 336 كيلومتر بالساعة. ومن الضروري الإشارة أنه المهندسين تخلصوا من 30 كيلوغرام من الوزن العام، وحسنوا برمجة السسبنشن، واستخدموا إطارات قياس 21 إنش بهدف تطوير القيادة الديناميكية. ومن ضمن المميزات اللافتة كمان، مكابح بتتمتع بفعالية ممتازة بمختلف الظروف، مع كبح تلقائي على الإطارات الخلفية الداخلية بالمنعطفات للحفاظ على التماسك ومنع الخروج عن المسار على السرعات العالية. وتصميمياً، تستفيد كونتيننتال سوبر سبورتس 2017 من مواصفات خاصة بتعزز الطابع الرياضي للخطوط الخارجية، وبتزيد من جاذبية المكونات الفخمة كتير داخل المقصورة المزودة بمختلف تجهيزات السلامة والترف المعهودة بسيارات بنتلي. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة. وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو، اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.